السلام عليكم، ان شاء الله تفضلي تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم هيا في قناتكم انشغالات امراه جزائريه سبحان مغير الاحوال. ربي يثبتها وربي يهدينا كامل. سميه طهراوي عاودت دارت الحجاب بعد ما شفناها كامل كنحات الحجاب، وان شاء الله ربي يثبتها وربي يهدينا. يعني كما نشوفوا الاونه الاخيره في الجزائر ظاهره نزع الحجاب ولات بكثره. الحجاب ما عنده حتى علاقه بالظروف المعيشية ولا بالظروف الإنسان. يعني رأيي الشخصي الحجاب هو فرض، فرض وربي علينا. إن شاء الله ربي يقدرنا ويهدينا كامل. لكن أنا وحدة فرحت لها، أنا كنحات الحجاب ما حبيتش نبارطاجيها، لكن كي عودت دارت الحجاب أنا هذا الشيء فرحني. وانتو ما عطمنا رأيكم يعني كنحات الحجاب وعودت رجعاته، إن شاء الله ربي يثبتها ويثبتنا كامل. هذا واش نقدر نقوله. إلى اللقاء في فيديو آخر.